اسالوا الكتائب مع الفلسطينيين وصل فلسطيني على بس للكتائب ما بعرف شت هابند اي دونت نو كانوا كثير معصبين وكان في واحد بده دوناتس والثاني ما كان بده يدفع له اياه فعصبوا لانه جوعان Oh, you mean the civil war here? Ended loosely, and I think it still exists. It ended in 92, maybe 93. خلصت بطاولة حوار بس طبعا الشهداء اللي راحوا يعني ما حدا سأل عنهم الزعماء قعدوا مع بعض والشعب بالأرض راح. في حرب أهلية بس منع نقتل بعض. Yeah, I'm afraid to say that yes. Those who don't know their history are doomed to repeat it. No, ما بحس. شعب أوعى. Never know. This slayer bit شعب. أنا بالنسبة إلي طبعاً منطقتي إذا حدا بقرب بحمل سلاح. It depends. If the situation is like how it is now in Lebanon, then I won't. I would fight for peace. حس إذا بدي أحمل سلاح بدي أكون عم دافع عن my immediate self. Personally, I don't think I can do anything. I think I would just go back to the States.